الشوط الأول من المباراة التي جمعت بين فريقي شباب عين تموشنت ومولود بجاية التي سيطرت في هذه المرحلة وفوتت فرصا للتسجيل. هي محاولتان ليس إلا للفريق الضيف حتى الدقيقة 45 والشوط الأول ينتهي ببياض. المرحلة الثانية كانت مغايرة تماما والزوار يسجلون الهدف تلو الآخر بدءا بالدقيقة 47 حيث استهلها اللاعب عمران. وفي الدقيقة 59 اللاعب كمبوز يسجل ضد مرماه الهدف الثاني. وفي الدقيقة 63 أكرور يسجل الهدف الثالث. الهدف الرابع جاء في الدقيقة 76 عن طريق اللاعب النمديل. الهدف الخامس سجل في الدقيقة 81 عن طريق اللاعب بن جميل. والهدف السادس جاء عن طريق اللاعب عمران في الدقيقة 90. أما في الوقت البدل الضائع يضيف اللاعب عمران الهدف السابع. المباراة تنتهي بنتيجة 7 أهداف لصفر لصالح مولود.